الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. والله لا يحب الفساد، فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإذا قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، وبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية الكريمة بيّن الشيخ رحمه الله في مطلع تفسيرها، وهي قوله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بيّن الشيخ رحمه الله في مطلع تفسيره إياها صلتها ومناسبتها لما قبلها، وقد تقدم الحديث على الآيات التي قبلها وهي آيات المناسك، وقد تضمنت تلك الآيات الأمر بالإكثار من ذكر الله عز وجل وخصوصا في الأوقات الفاضلة،
وهذا خير ومصلحة وبر. لما أخبر الله عز وجل بذلك أخبر بما هو ضده، وهو حال من يتكلم بلسانه بما يغضب ربه عز وجل. فإذا كان الذكر هو أحب الكلام إلى الله عز وجل، فإن أبغض الرجال إلى الله عز وجل كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة مرفوعا، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فأخبر الله عز وجل عن صنف تحلوا بضد ما تحلى به الذاكرون له جل وعلا. فإذا كان الذاكرون عمروا ألسنتهم بأحب الكلام إلى الله وهو ذكره، فإن هذا الصنف الآخر تكلم بما يغضب الله عز وجل وبما هو أبغض الحديث إلى الله عز وجل. وقد تضمن ذلك النفاق، يشهد الله على ما في قلبه، والكذب، النفاق يعجبك قوله في الحياة الدنيا، والكذب يشهد الله على ما في قلبه، واللدد في الخصومة وهو ألد الخصام. وكل ذلك من خبث القول الذي لا يرضاه الله عز وجل. هذه مناسبة أشار الشيخ رحمه الله تعالى إليها في مطلع تفسير هذه الآية، وهذه الآية تبين حال المنافقين. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم راق كلامه للسامعين، وإذا نطق ظنه السامع يتكلم بكلام نافع، ثم إنه مع ذلك يشهد الله على ما في قلبه. وقد بين الشيخ معنى ذلك، وهو أنه يخبر أن الله يعلم من قلبه ما هو موافق لما نطق به لسانه، مع أنه كاذب في ذلك، فما في قلبه مخالف لما نطق به لسانه، لأنه منافق يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بقلبه. ولهذا قال جل وعلا وهو ألد الخصام. فإذا كان هذا قوله فإن واقعه أنه ألد الخصام، بمعنى إذا خاصمته وجدت عنده من اللدد، واللدد ألد الخصام يعني شديد الخصومة، عوجا وكذبا، فهو شديد الخصومة والتعصب للباطل، وهذا ينافي أخلاق المؤمنين مع أنه يظهر كونه منهم وهو بعيد عن حالهم بهذه الصفات. ثم إن هذا الصنف من الناس وهم المنافقون، كما أن مقالتهم معوجة واعتقادهم فاسد لا يطابق ما تنطق به ألسنتهم، فإن أفعالهم كذلك أفعال خبيثة سيئة. ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك وإذا تولى، يعني أدبر عنك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الإفساد في الأرض بيّن الشيخ رحمه الله أنه يحصل بجميع المعاصي، فهو يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بقوله ويلد في الخصومة، ثم إذا تولى عنك يا من يتقي أمرك و
تمكن من الإفساد فإنه يفسد في الأرض بالمعاصي، فالمعاصي كلها إفساد في الأرض. وأما قوله سبحانه ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فالشيخ رحمه الله بيّن أن المراد أن هذا الشخص يعمل بالمعاصي، فإذا عمل بالمعاصي كان من آثار وعقوبات هذه المعاصي هلاك الحرث والنسل. والحرث هو الزروع والبساتين، والنسل هو الولد ونتاج الحيوانات، ولا قوام للناس في معايشهم إلا بهذين الأمرين. فالفساد في الأرض والعمل بالمعاصي سبب في محق البركة وانتشار الهلاك في الحرث والنسل. ولهذا جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير الآية: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر، يعني المطر، فهلك الحرث والنسل. وهذا هو التفسير الذي مشى عليه الشيخ رحمه الله في ما سمعناه. ثم إن الله عز وجل بيّن أنه لا يحب الفساد، وإذا كان جل وعلا لا يحب الفساد فإنه يبغض المفسدين من عباده غاية البغض، وإن قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالعبرة بالأعمال لا بمجرد الأقوال التي لا حقائق لها. الشيخ رحمه الله ذكر من هذا الجزء من الآية فوائد، منها أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها. ولهذا قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإن من الناس من يتزين بالخير ويظهر الخير وقلبه كامن على شرور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومما يستفاد أيضا من الآية أن تيسر المعيشة والرخاء الاقتصادي إنما يكون بطاعة الله عز وجل. فمن يطلب الرخاء الاقتصادي للمجتمع بنشر الفساد وإقامة المنكرات فإنه ينافي هذه الحقيقة التي تدل عليها هذه الآية، فإن انتشار الفساد في الأرض بالمعاصي سبب لمحق البركة وهلاك الحرث والنسل، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم إن الله عز وجل بين حال ذلك الصنف من الناس إذا نصحوا، فقال جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قال له الناصحون اتق الله وكف عما تعمله من الإفساد في الأرض فإنه تأخذه العزة بالإثم، والمعنى يعني تحمله الأنفة والكبر على ارتكاب مزيد من السيئات، فهو يصر على ما هو عليه من الإفساد في الأرض بل يزيد فساده إفسادا وإن نصح،
فلا ينتفع بنصح الناصحين، أخذته العزة بالإثم. وهذا الجزء من الآية يبين أن هذا الصنف من الناس كما أنهم يفسدون في الأرض بالمعاصي، فإن في قلوبهم كبرا، وهذا الكبر هو سبب رئيس لما هم عليه من الإفساد، كما أنه سبب رئيس لردهم نصح الناصحين، فهم يتكبرون على نصح الناصحين وتأخذهم العزة بالإثم، ويبطرون الحق ويغمطون الناس. ولهذا قال أخذته العزة بالإثم. ثم بين الله عز وجل مآل هؤلاء الصنف من الناس، فقال سبحانه فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وجهنم هي دار المتكبرين، فهذا الصنف من الناس استكن أو وجد الكبر في قلوبهم وظهر في إفسادهم وتكبرهم على الناصحين، فعاقبهم الله عز وجل بأن أدخلهم دار المتكبرين، هي حسبهم وبئس المستقر والمسكن لهم، عذاب دائم وهم لا ينقطع. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم، الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. هذه الآية الكريمة هي قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد أن بين الله عز وجل حال الصنف السابق وهم المنافقون، وبين جل وعلا أن الحامل لهم على ما هم عليه من النفاق والكفر واللدد في الخصومة هو كبر مستكن في قلوبهم، بين حال صنف آخر من الناس سكن في قلوبهم حب الله وحب رسوله، وعظم في قلوبهم الرغبة فيما عند الله عز وجل وعند رسوله، وخضعت قلوبهم للحق وافتقرت إلى الله عز وجل، فهم يبيعون ما يملكون أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله. ولهذا قال جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع. وهذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه، وقد كان رضي الله عنه بمكة
وأراد الهجرة وكان ذا مال، فمنعه المشركون من الهجرة فلم يستطع التخلص منهم إلا بعد أن أعطاهم ماله، فلما أعطاهم ماله تخلص منهم. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب. هذا ذكره بعض المفسرين في سبب النزول، وإن كانت الآية عامة سواء صح هذا السبب أو لم يصح، فالآية عامة في كل من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهؤلاء هم الموفقون الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل، فباعوا أنفسهم وأرخصوها طلبا لمرضات الله عز وجل ورجاء لثوابه. وفي هذا بيان أن ما يوجد في قلوب العباد هو أساس ما يصدر عنهم من أعمال. فكما أن الصنف السابق من المنافقين إن بنى ما صدر عنهم من أفعال سيئة على كبر في قلوبهم، فإن هؤلاء الموفقين إن بنى ما حصل منهم من أعمال صالحة على نية صالحة وبذل وجود عند من نفوسهم. ولهذا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف، وهو وصف يتحقق في قلوبهم ويظهر أثره في أعمالهم، فهم يبذلون أنفسهم وما يملكون ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم أن الله عز وجل وعدهم بالوعد الحسن، وهو جل وعلا الكريم الرحيم، فقال جل وعلا: والله رؤوف بالعباد. ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين له دلالة على أن الله عز وجل يرأف بهؤلاء، والرأفة هي أرق الرحمة كما يقول ابن جرير الطبري في تفسيره. وهذا من عظم رحمة الله عز وجل بعباده، فإنه جل وعلا هو الذي يملك العباد ويملك أنفسهم، فإذا باعوا أنفسهم له وهو مالكها فإنه من كرمه جل وعلا ومن رحمته بعباده يكافئهم عليها أعظم الثواب وأجزله، فيحل عليهم الرحمة العظيمة. والله رؤوف بالعباد، وهذا من كرمه جل وعلا وجوده بعباده. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يترك منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه،
بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خاطب الله عز وجل فيها عباده المؤمنين باسم الإيمان. والنداء كما يقول العلماء فيه دلالة على الاهتمام بما بعد النداء، لأن النداء تنبيه للمخاطب اعتناء بما تضمنه هذا النداء. ثم إن هذا النداء جاء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وهذا يتضمن أن امتثال الأمر المذكور في هذا النداء هو من مقتضيات الإيمان، فإن من آمن بالله عز وجل فإن مصداق إيمانه أن يدخل في السلم كافة. ثم إن من دلالات هذا الخطاب باسم الإيمان أن خطاب الله عز وجل للمؤمنين بهذا الاسم يتضمن تشريفا له، وهذا التشريف هو نعمة من الله عز وجل، فهو الذي من عليهم بالإيمان، وهو الذي سماهم المؤمنين، وهو الذي خاطبهم باسم الإيمان، وكل ذلك كرم منه وجود. وهذا الكرم والجود يحتاج إلى شكر، ومن شكره أن يمتثلوا أمره فيدخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما المراد بالسلم؟ المراد بالسلم كما جاء عن المفسرين الإسلام، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد تفسير السلم بالإسلام، وجاء عن مجاهد رحمه الله أيضا في تفسيرها قال: اعملوا بجميع أعمال البر. ولهذا الشيخ رحمه الله قال في تفسيرها: في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يترك منها شيئا، ولا يكون ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الشرع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل يجب أن يكون الهوى تبع للدين، يجب أن يكون الهوى تبعا للدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالدخول في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة، يقتضي أن المؤمن يأخذ بجميع شرائع الدين فيما قدر عليه، فلا يفعل بعضها ويترك بعضها وينتقي منها تبعا لهواه، لأنه مطيع لله عز وجل، ممتثل أمر الله عز وجل، وهذا هو مقتضى طاعته والتي هي مصداق الإيمان: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فمصداق الإيمان الطاعة المطلقة لله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن أكثر الناس
لا يعطون الله عز وجل العبودية إلا فيما يشتهون، فإذا وافق ما يشتهون ما يريده الله فعلوه، وإذا خالف ما يشتهون ما يريده الله عملوا بما يشتهون وتركوا أمر الله. وهؤلاء في الواقع متبعون لأهوائهم، ولهذا الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يدخلوا في السلم كافة ولا يكونوا من أهل هذه الحال. ولهذا الشيخ رحمه الله قال إن مقتضى الآية أن كل ما يقدر عليه العبد من أفعال الخير يحرص أن يكون له فيه نصيب، وما يعجز عنه يلتزمه يعني حكما وينويه، لأن نية المؤمن خير من عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فما يقدر عليه المؤمن من شرائع الدين يكون له منه نصيب، وما لا يقدر عليه يلتزمه حكما وينوي النية الصالحة أنه لو قدر عليه عمله فيكتب له أجر على تلك النية الصالحة. ثم قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ذكر الشيخ رحمه الله مناسبة النهي عن اتباع خطوات الشيطان بعد الأمر بالدخول في السلم كافة، فقال: ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن فالداخل في السلم كافة يسير على الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم على جنبتيه طرق يزين الشيطان كل طريق منها، فلو انحرف عن الطريق سار في خطوات الشيطان. وقد يلتبس الحق بالباطل في البداية، لكن الاستجابة للشيطان في خطواته تؤدي إلى الوقوع في الفساد والهلاك. فالاستجابة للشيطان تبدأ بخطوات ينحرف بها العبد عن الصراط المستقيم، وكلما سار في هذه الخطوات بعد عن الصراط المستقيم، لأن هذه السبل هي على جنبتي الصراط وكلها تنحرف به عن الصراط، فكلما سلك طريقا منها ماشيا على خطوات الشيطان كلما بعد عن الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أمره الله عز وجل بأن يدخل فيه كافة. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم بيّن الله عز وجل أن هذا الشيطان عدو مبين. اتباع خطوات الشيطان هو بالعمل بمعاصي الله عز وجل، والاستجابة لفتن الشهوات وفتن الشبهات. فالشيطان يزين للعباد هذين النوعين من الفتن فيحرفهم بذلك عن الصراط المستقيم، فيقعون في معصية الله عز وجل بالبدعة أو معصيته بالفواحش والآثام، وكل ذلك هو قرة عين الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل: إنه لكم عدو مبين. وهذا يتضمن غاية التحذير
من اتباع خطوات الشيطان. إذا علم العبد أن هذا الشيطان عدو مبين، وقوله إنه إن كما يقول العلماء للتوكيد، وقوله لكم هذا يفيد أنه يناصبكم، خصوصا العداوة. ثم وصف جل وعلا عداوته بأنها عداوة ظاهرة، عدو مبين، يعني ظاهر العداوة. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، ولا يأمر إلا بما فيه الضرر عليكم وبما فيه هلاككم. فكيف يليق بالعبد العاقل أن ينقاد للعدو المبين؟ أليس في القرآن التحذير منه وبيان أنه أظهر عداوته؟ ولهذا من معاني المبين، كما أنه ظاهر فهو أيضا مظهر للعداوة. وفي التنزيل أنه أخذ العهد على نفسه لما طرد من الجنة أن يهلك بني آدم، وأن يغوينهم أجمعين، وأن يحتنك ذرية آدم إلا قليلا. آيات متعددة في القرآن تبين هذه العداوة وذلك الترصد من الشيطان، فكيف يليق بعاقل أن يتبع خطواته ويسير في ركابه وهو عدو مبين؟ ثم إن الله عز وجل وقد أعذر إلى عباده فبين لهم الصراط المستقيم، وأوضح لهم غاية الإيضاح، حقيقة ذلك العدو المتربص الذي يسعى لحرفهم وإضلالهم عن الصراط المستقيم. قد أعذر الله عز وجل إلى عباده، ولهذا جاء بعد ذلك الوعيد الشديد: بين لكم طريق الحق، وبين لكم حقيقة العدو، فانتبهوا لأنفسكم، احذروا الزلة، فإن الشيطان لكم بالمرصاد، فمن زل ركبه الشيطان فأغواه، ومن ثبت على الصراط واستعان بمولاه سار وحفظ من الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. الذين يتولونه يطيعونه ويسيرون في ركابه، يتسلط عليهم فيركبهم إذا زلوا، ويكون ذلك سببا في هلاكهم وسببا في نزول العقوبة العظيمة عليهم من الله عز وجل الذي أعذر إليهم وأنذر وحذر وأقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم يعني زلت بكم القدم عن الصراط المستقيم إلى اتباع خطوات الشيطان الرجيم، من بعد ما جاءتكم البينات فقد أوضحت لكم الطريق المستقيم، وأنزلت عليكم الكتاب المبين الذي أوضح لكم الصراط المستقيم تمام الإيضاح، وأوضح لكم عداوة الشيطان أشد البيان، فحينئذ لا عذر لكم أمام الله عز وجل. ولهذا جاء التهديد العظيم في قوله جل وعلا: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لم يذكر الله عز وجل عقوبة، وإنما قال فاعلموا
أن الله عزيز حكيم. وهذه الصيغة تتضمن غاية التحذير وغاية البيان لشدة العقوبة التي تنتظر أولئك الناكصين عن طريق الحق، كما يقال لمن تحذره: سر في هذا الطريق، فإن لم تفعل فاعلم أني أعلم بحالك أو أني قادر عليك، من غير أن تذكر له عقوبة، فيذهب ذهنه إلى أشد العقوبات. فالله عز وجل عزيز، وعزته جل وعلا هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة. والعزة كما يقول أهل العلم تتضمن عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فهو عز وجل عزيز القدر والجناب، قاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهذا من عزته. والامتناع بمعنى أنه جل وعلا إذا أراد شيئا فعله، وليس لأحد على الله سلطان، وله جل وعلا القدرة على كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فإذا كان الله عزيزا وقد بين لكم طريق الحق فنكستم عنه، فما تظنون أنه فاعل بكم؟ ثم إنه جل وعلا حكيم، فهو جل وعلا كما يقول قتادة: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. وقال بعض المفسرين: عزيز لا يعجزه الانتقام منكم، حكيم لا ينتقم منكم إلا بحق، وقد أقام عليكم الحجة وأوضح لكم المحجة. وفي هذه الآية، وهي قوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، بيان لشناعة الزلل عن طريق الحق بعد وضوحه بالبينات. والهدى، وفي قوله جاءتكم بيان لأن الله عز وجل لم يكلف العباد أن يصلوا إلى الحق بمحض عقولهم، بل أنزل الشرائع والكتب لتهدي هذه العقول إلى طريق الحق، فوافق المنقول المعقول، ووافق الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، وافقها ما أنزله الله عز وجل من الهدى. فإذا كانت هذه البينات جاءتكم من غير جهد منكم، واتضحت لكم، وهي بينات، يعني بينات يعني حجج واضحات، فالزلل بعد مجيء هذه البينات شنيع عظيم لا يليق بكم. ولهذا قال بعض المفسرين إن من فوائد هذه الآية بيان شدة عقوبة العالم بالذنب، فإن العالم بالذنب عقوبته أعظم من الجاهل به. وقوله زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فيه تناسب بين قول الخطوات وزللتم، فالزلة في الأصل هي زلة القدم، فالسائر في هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام يسير فيه وحوله سبل الشيطان، يبدأ سلوكها بخطوات
يزينها الشيطان، هذه الخطوات قريبة من الصراط الذي هو الحق، لكنه كلما سار فيها بعد عن الحق وزلت به القدم في فتن الشبهات والشهوات. من خلال هذه الآية أيها الإخوة نستفيد فوائد، وهي أسباب الثبات على الحق من خلال هذه الآية. السبب الأول الأخذ بجميع شرائع الدين، وهو يتضمن اتباع الحق ومجانبة الهوى الصاد عن الحق. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الأمر الثاني تجنب اتباع خطوات الشيطان، ويدخل في ذلك سد الذرائع إلى المحرمات، فإن الذرائع إلى المحرمات من خطوات الشيطان، ولهذا أخذ العلماء بقاعدة سد الذرائع. ومن الحذر من اتباع خطوات الشيطان الحذر من الصغائر والتأويلات، فإن من خطوات الشيطان أن يزين الصغائر ويجملها ويصغرها في قلب العبد حتى تكون سلما إلى وقوعه في الكبائر، كما أنه يملي بالتأويلات الفاسدة التي تضل العباد وتجعلهم يسيرون في طريق الفساد ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أسباب الثبات أيضا إدراك عداوة الشيطان الواضحة. السبب الرابع العلم والبينات خير عاصم من الزلل. السبب الخامس العلم بأن الله عز وجل عزيز حكيم، وهو تهديد يورث خوفا يجعل السائر يتجنب زلة القدم، فإن زلت به القدم أناب وتاب خوفا من العزيز الحكيم. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض، المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله، إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلق قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة وجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب.
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص. هذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذات التي تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك ببعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاه ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاه أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. هذه الآية في قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أخبر الله عز وجل متوعدا في الآية المتقدمة بقوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ومن مقتضى عزته وحكمته جل وعلا أنه يفصل بين العباد يوم القيامة. ولهذا بين الله عز وجل هذا الموقف العظيم الذي هو من آثار عزته جل وعلا وحكمته، وهو حين يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ بيّن الشيخ رحمه الله أن هذا الوعيد والتهديد تنخلع له القلوب، وهذا الوعيد والتهديد يتناول المذكورين في الآيات المتقدمة الساعين في الأرض بالفساد والمتبعين لخطوات الشيطان بعد البيان، فهؤلاء كلهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد. قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، كما ذكرت أن صلة هذه الآية بما قبلها الوعيد والتهديد بفصل القضاء بين العباد ومعاقبة أولئك المفسدين في الأرض المتبعين لخطوات الشيطان في ذلك اليوم العظيم الذي ينزل الله عز وجل فيه لفصل القضاء بين عباده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل استفهام إنكاري في معنى النفي، ولهذا دخلت معه إلا، يعني ما ينتظر أولئك المفسدون في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان إلا ذلك اليوم العظيم
الذي يأتي الله لفصل القضاء فيه بين عباده، إلا أن يأتيهم الله، يأتي الله عز وجل إتيانا يليق بجلاله، وهذه من صفاته جل وعلا الفعلية الاختيارية التي يثبتها أهل السنة لله عز وجل على وجه يليق به جل وعلا، لا يشبه أفعال عباده، فكما أنه جل وعلا له ذات لا تشبه ذوات عباده، فإن له جل وعلا صفات لا تشبه صفات عباده. يأتي الله عز وجل يوم القيامة في ظلل من الغمام، في بمعنى مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وقد جاء في القرآن أن الغمام، أن السماء تتشقق بالغمام، تنزل الملائكة، وينزل الرب جل وعلا لفصل القضاء. ففي هنا كما ذكرت بمعنى مع، وليست للظرفية، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى. والغمام هو سحاب أبيض رقيق ليس كسحاب الدنيا. ويوم تشقق السماء بالغمام، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة، وقضي الأمر. والشيخ لم يتعرض لتفسير هذه العبارة، والمعنى قضي شأن الخلائق وفصل الله عز وجل القضاء بينهم، وصار أهل النار إلى النار، وصار أهل الجنة إلى الجنة. ولهذا قال بعدها: وإلى الله ترجع الأمور. ورجوع الأمور إلى الله عز وجل هو من المعاني المتكررة في القرآن، فيرد في القرآن في مواضع متعددة هذا المعنى. وقوله إلى الله، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فالأمور ترجع إلى الله عز وجل لا إلى غيره، والمراد بها شؤون الدنيا والآخرة خلقا وملكا وتدبيرا. ولهذا قال الله عز وجل: وإليه يرجع الأمر كله. فشؤون الدنيا والآخرة الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء مرجعه إلى الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فالأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. ومن ذلك أن الناس يرجعون إليه عز وجل يوم القيامة فيحاسبه، فهذا داخل في المعنى العام لرجوع الأمر إلى الله عز وجل. والشيخ رحمه الله رد في ما سمعناه من كلامه رحمه الله على من تأولوا صفة الإتيان، لأن هذه الآية تدل كما أسلفت على إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وهي من صفاته جل وعلا. وقد رد المؤلف رحمه الله على المتأولين والمعطلين لهذه الصفة ردا قويا ظاهرا، وبين أن هؤلاء يقعون في التناقض، وأن إثبات هذه الصفة وسائر الصفات موافق للعقل
والنقل. وذلك أن المتأولين لهذه الصفة يحملهم على تأويلها أنهم يتخيلون أنها تدل على التشبيه، فتنجست قلوبهم بالتشبيه ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل وهو نفي الصفة. وأما أهل السنة فطهرت قلوبهم وصدقوا ربهم فتلقوا عن الله عز وجل خبره بالتصديق، وقلوبهم معظمة لله منزهة له عن مشابهة خلقه، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، فسلموا من التشبيه والتمثيل، ونأوا بأنفسهم عن التعطيل للصفات. ولهذا الشيخ رحمه الله أشار إلى قواعد، وهذه القواعد ذكر شيئا منها ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو رسالته المسمات بالتدمرية. من هذه القواعد أن القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى أن أولئك المعطلون يثبتون الله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات الخلق. فإذا كانوا يثبتون له جل وعلا ذاتا لا تشبه ذوات الخلق، فالواجب أن يثبتوا له أيضا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الصفات على وجه لا يشبه الخلق. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. ثم إن بعض أولئك المؤولين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا منها، وهؤلاء يقال لهم بالقاعدة الأخرى وأشار إليها الشيخ، وهي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. فهذه الصفات التي يثبتها أولئك على وجه لا يماثل صفات المخلوقين عليهم أن يثبتوا بقية الصفات على هذا الوجه. فكما أنهم يثبتون لله عز وجل صفة الإرادة على وجه لا يشابه إرادة المخلوقين، فعليهم أن يثبتوا لله عز وجل صفة الغضب وصفة الإتيان وصفة النزول وغيرها من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، وإلا فإنهم يقعون في التناقض حينئذ، ويجد النفاة الذين ينفون جميع الصفات عليهم مدخلا فيما أثبتوه وفيما نفوه. ولهذا سلم أهل السنة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، سلموا من التمثيل وسلموا من التعطيل، وصدقوا الله عز وجل وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وساروا على ما كان عليه السلف الصالح، وهذا هو الأسلم والأعلم والأحكم. فيجب على كل مؤمن أن ينأى بنفسه عن تعطيل الصفات وعن مسالك المعطلين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإيمان واليقين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.